السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غندير معكم واحد الجولة في هاد اليوم الممطر، تبارك الله كاين الشتاء، في عرس مولاي عبد السلام. تبارك الله كاين الشتاء اليوم. سبحان الله العظيم، هنا كاين فطريات، غنية هذه المنطقة بالفطريات على الأشجار. ما عرفش النوع، مي كاين الفطريات. شجر الرمان، شجر الرمان، مي التمار ديالهم كاع مترتقين، ما عرفت واش مسقيل كتير. الله العظيم، هنايا فوق التربة تتساق التمار ديال الرمان وتتعطينا هادو شجرات الرمان الجديدة اللي هي الأصل ديالها غير من البذرة، البذور اللي تساقطو في هاد الأرض. هنايا كاين ظليلات ديال أشجار الزيتون، هنا عندنا أشجار الليمون، protégeant notre environnement. هنا
عندنا اشجار الزيتون مخرب، اشجار ليمون مخرب، زيتون، ها انا غادي نشوفو هنا عندي واحد الفطر، شفتو شحال هادي، نتمنى يكون ما تعرضش للتلف. ها هو غادي نصف ميرا صغار، ما عرفتش واش يمكن تهرس ولا شنو، ماشي قداك خليته انايا. ها هو او لا هادي شجره اخرى، اجي وقفي حدا صرا، وقفي تما حدا باش يبان لينا القيد ديالو، وقفي حدا، حطي حدا غير رجلك، ما تمسي ما حتى حاجه. نتمنى ان تنال اعجابكم هذه الجوله في عرس مريع بالسلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.